وازيكم واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده عندنا مراجعه الترايبود اللي انا بستخدمه شخصيا، وانا شايف ان هو افضل ترايبود تقدر تشتريه بسعر ما يعديش 400 جنيه تحديدا، اللي انا النسخه اللي انا بستخدمها بسعر 370 جنيه او 375 جنيه مصري. فبدون اي تاخير خلونا نبدا. اول حاجه اقولها لكم وهو اسم الترايبود ده نفسه. الترايبود ده من شركه جنرال، يعني معروف ان خامات التصنيع بتاعته بتبقى كويسه جدا. اسمه هو ال WT3560، هو ده الترايبود ده اللي انا بستخدمه بالنسخه اللي انا بستخدمها. في منه كذا نسخه، في منه نسخه ب 300 تقريبا، وفي منه نسخه ب 320 او في نفس الفئات السعريه ديت، وفي منه النسخه الاعلى والاكبر اللي هي 370 او 350 400. يعني انت هتلاقي في الرينج دوت، هو سعره مش ثابت، سعره متغير، بس هو عمره بيعدي عن ال 400. اغلى حاجه ال 400، ممكن تلاقيه في اماكن ثانيه ارخص، ممكن تلاقيه في اماكن ثانيه اغلى، بس هو اقصى حد سعر ليه هو 400. مميزات الترايبود دوت ايه؟ الترايبود ده اول حاجه ليه ان هو تقيل، بمعنى كلمه تقيل. الترايبود كله مصنوع من المعدن ما عدا كام قطعه اللي هي بتقفل بيه وتفتحه، ومصنوع شويه من البلاستيك، بس هو الاغلبيه بتاعته معدن، والمعدن بتاعه متين وكويس وقوي. طويل، بيقدر يوصل طوله لغايه 1.75 متر تقريبا او 1.70 متر، فهو بيكفي انك تكون واقف وانك تصور نفسك من فوق شويه او من قدامك حتى بالظبط، فهو ينفع جدا للتصوير. بيستحمل وزن تقيل جدا، ممكن تحط عليه كذا كاميرا، تحط عليه كاميرات وشات وحاجات كتيره. حطيت قبل كده عليه كاميرا سينما واستحمل عادي خالص، مع ملوتش تانا ولا اي حاجه. وكمان في رابر من تحت خالص او حاجه زي الكاوتش موجوده في الارجل بتاعته من الاخر، اللي هي بتخليه يثبت في مكانه. وكمان في بتاع كده زي الهود اللي تقدر تركب فيه مثلا او تعلق عليه الشنطه بتاعه الكاميرا بتاعتك، بعد ما تيجي مثلا عايز تصور صور او عايز تصور فيديو تخلي الكاميرا ثابته ومثلا في هواء جامد وكده ومش عايزه يميل او يبقى مهزوز او مروش شويه، فانت ممكن تثبته اكتر وتتقل وزنه كمان بشنطه او باي حاجه تديه الوزن. وطبعا الترايبود ده ليه مميزات كتيره، بس انا هاخد دلوقتي الكاميرا ودلوقتي اصور لكم الترايبود واوريكم ايه هي المميزات بتاعته وايه الخصائص اللي فيه، وليه المفروض انك انت لو عايز تجيب ترايبود كويس تبدا بالترايبود ده، ما تبداش بارخص من كده. اي ترايبود ارخص من كده فانت تقريبا بترمي فلوسك على الارض. يعني انا تقريبا جبت ترايبودات كتيره وكلهم اي كلام عشان استرخصت شويه، فانت مش اي ترايبود وخلاص. اتاكد انك تجيب حاجه كواليتي عاليه، حاجه تستحمل وزن تقيل، واي حاجه تانيه بتبقى اضافيات زياده. وهو ده جاكم مره تانيه، وهو ده الترايبود الجنرال اللي هو ال WT3560 تقريبا، ملوش رقم تاني، هو 3560. هو ده الترايبود. في هنا زي ما انت شايف دوت ميتر بيقيس لك اذا كانت ملوحه ورا او قدام بالميه، وميه خضر عشان تقدر تشوف كويس، وبالونه صغيره كده وتخليها في النص عشان تبقى عارف التوازن مظبوط، انت باصص افقي مظبوط ولا مايل شويه قدام ولا لا. ديت هي فلود هيد، مش فلود قوي يعني، هي فلود هيد نسبيا، يعني مثلا انت تقدر تحركه زي ما انت عايز، يعني فوق وتحت ناعمين جدا، يعني ناعم جدا اللي هو بيثبت بص وبينزل مره واحده، فهو ناعم يعني تقدر تستخدمه في شطات اللي هي البيرول الخفيفه. من اليمين والشمال بقى تقيل شويه بس ناعم، يعني انت لو حطيت عليه وزن فهو ناعم. طبعا اكيد بتسالوا ايه دي؟ ديت حاجه اسمها الكويك ريليس، لو انت مجرد ما انت بتركب الكاميرا مثلا، القطعه دي هو الهوت شو ده او الماونت بتاع الترايبود نفسه، ده بيركب تحت الكاميرا. انت طبعا تعرف الكاميرات بيبقى فيها زي مسمار كده بتدخله فيه وتركبه وتثبت الكاميرا عليه، ده بتفكه وتركبه في الكاميرا. لو انت حبيت تفك الكاميرا وتركبها تاني، فانت كل اللي بتعمله انك بتعمل كده اهو، بص كده قفل، عايز تفكها بتعمل كده اهو وتشيل الكاميرا كلها على بعضها. هو ده الكويك ريليس، احنا هنركبه كله تاني. ودوت اللي انت بتتحكم فيه بالمتانه بتاعته او الضغط بتاعه، يعني انت عايزه يتحرك براحه ولا يثبت في مكانه وما يتحركش خالص، ما يمشيش يمين وشمال كده. انا عامله على خفيف، يعني انت ممكن تعمله جامد لو ما يتحركش اساسا، يعني تقفله اجمد من كده بكتير مش هيتحرك اصلا، بص جامد قوي، بس ما تضغطوش عليه عشان ما يتكسرش. طبعا انا سايبه سايب عشان اصلا كده كده هو ماسك جامد، يعني عشان مش بستخدمه كتير، بس هو ناعم، يعني هو ناعم جدا ما عدا اللي فوق. لو انت تجي تتحرك كده فهو يبقى صعب، هو فوق وتحت ويمين وشمال، لكن لو عايز تتحرك افقي وتحت هتلاقيه مهزوز جيل شويه، فهو مش الاستخدامات دي. هو استخدامات يحط عليه حمل تقيل وخلاص، هو ده استخدامه الاساسي. حاجه كمان وبعديها وهي دي، ان انت لو عايز تطوله فوق او
او تقصره بسرعه الهيد بتاعته. اسمني يعني فوكس، بس لو انتوا عايزين ترفعوه لفوق او تنزلوه لتحت فديت حاجه مفيده جدا. بس كل ده طول كل ده طول رقبه بس. انا دلوقتي اصلا فاتحه دلوقتي تقريبا على نص طوله، يعني كده نص الطول، لسه في رجل كمان ما اتفكتش، المفروض الرجل دي كمان بتتفك وارفعه كمان، ارفعه بس نص طول. وزن الترايبود ده تقيل جدا، يعني تقدر صعب هيبقى تقيل جدا على كتفك وانت شايله، فخلي بالك من دي، يعني يكون معاك عربية او حاجة تقدر تحطه فيها. وطبعا هو بيجي بشنطة، والشنطة هي دي، شنطة كبيرة وحلوة عشان تبقى عارف اقصر طول ليه وهو مقفول، فهو ده اقصر طول ليه اللي هو قد كده، ده اقصر طول ليه تقريبا نص متر او 70 سنتي حاجة زي كده، بيفضل برضو كبير يعني مش صغير، وزنه تقيل. ودوت هو الهود اللي انا بكلمكم عليه، ده بقى هو الهود اللي انا بكلمكم عليه. بصوا ده خطاف كده من فوق، بس خطاف بتعلق عليه مثلا الشنطه هنا وتبقى ماسكه جامد قوي عشان تديله وزن زياده. وديت حاجه بتقفلها وتفتحها عشان دولت ما يتحركوش، لو انت مثلا قفلتها جامد كده اهو فدول مش هيطلعوا اصلا من مكانهم، لكن لو انت فتحتها كده فده هيفضل يقفل ويفتح. دوت الرابر اللي انا قلت لكم عليه اللي هو بتاع الكاوتشات اللي ماسكاه، وهو ده الترايبود من اول لاخره. وديت طبعا لو انت حطيت وزن كبير جدا ورفعت الراس ديت لفوق خالص كده فلازم تقفل دي عشان تثبت الراس اللي فوق ديت وما تنزلش، مع انها هي اصلا كده كده ثابته دايما سايبها مفتوحه على الاخر. وانا حاطط الكاميرا بتاعتي، بس الكاميرا بتاعتي خفيفه نسبيا، وزنها ما يعديش الكيلو باللينس، لكن لو ضغطت ضغطه جامده عليه فهيقعد يلف لوحده، فده حاجات خلي بالك منها يعني. لازم تقفل، تاكد لو انت تحط وزن كتير قوي تقفل دي، بمعنى الكلمه انا بركن عليه بمعنى الكلمه، يعني اللي هو اصلا مش هيكسر ولا اي حاجه، ومصنوع كله من المعدن مش بلاستيك يعني. حاجه كمان تقدر تعملها تفك دوت وتقدر تفتح دي وتصور بالطول، اللي هو تقدر تصور بزوايا لو انت بتصور صور لونج شاتر والكلام من ده. طبعا فيكم هيقول لي انا مش محتاج ترايبود، انا بصور صور بس مش محتاج ترايبود. لا على فكره هتحتاج ترايبود جدا بعدين، اول ما تجيب الكاميرا على الاغلب مش هتحتاج ترايبود في الاول، بس لازم تجيبه. انت افضل حاجه ليك انك تجيبه يكون موجود وجاهز، احسن ما في مره تحتاجه وما تلاقوش. انك في مره تعوز تنزل تصور لاندسكيب، تنزل تعوز تصور شطر طويل، ممكن تروح رحله وتعوز تصور نفسك، فانت مين هيمسك لك الكاميرا وكل ده. وكمان الترايبود امن حاجه انك تحط الكاميرا وتثبتها، احسن ما تديها لحد ما يعرفش يصور، او انك تحطها على رف كده اهو وتقعد تصور نفسك بيها وممكن تقع تتكسر. هسيب لكم برضو رابط الترايبود دوت اللي انا بستخدمه بالظبط في صندوق الوصف اسفل الفيديو، عشان تحبوا تبصوا عليه وتشوفوا اذا كان يناسبكم ولا لا. لو حبيتوا تشتروه اشتروه من الرابط اللي اسفل الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، دايما شير لكل اصحابك، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.